السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في جو تريبس أو رحلات جو. بقدم لكم النهارده 5 نصائح مهمين جدا لكل الناس اللي حابين يروحوا قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة. أول حاجة لازم تكون عارف الميعاد، القلعة بتفتح الساعة 9 الصبح وبتقفل الساعة 4، مهم جدا إن أنت تروح بدري قوي عشان الموضوع كبير قوي. القلعة كبيرة قوي وفيها حاجات كتير قوي لازم تتشاف، فمهم قوي إن أنت تروح من بدري، تكون ماكسيمم كده الساعة 9 الصبح تكون موجود هناك عشان تقدر تلم القلعة وتلم كل الحاجات اللي فيها. النقطة الثانية هو لازم تكون عارف سعر التذكرة. سعر التذكرة يا باشا بقى 60 جنيه للكبار و30 جنيه للطلبة، فمهم قوي ان انت تكون متأكد جيبك كده وانت رايح، لو خصوصا لو انتوا رايحين عيد. ثالث نقطة ودي المهمة جدا جدا، ان مفيش باركنج للأسف، هتمشي على رجليك او لو انت معاك عربية هتمشي قدام شوية كده حوالي 600 متر تقريبا، لما هتلاقي باركنج على ايدك اليمين هياخد منك حوالي 10 جنيه 15 جنيه، ولكن هو للاسف بعيد شويه، فمهم قوي ان انت تكون صحتك كويسه كده عشان هتقدر ترجع تاني ترجع على رجليك عشان تقدر تطلع القلعه تاني. فخد بالك مفيش باركنج عند الباركنج بتاع القلعه، الباركنج بعيد شويه، مش هيدخلوك بالعربيه البرايفت او العربيه الملاكي جوه القلعه. رابع نقطة وهي مهمة جدا، لو انت بتحب التصوير زي حالتي كده وعايز تصور وتعمل شغل كده بالكاميرا، مهم قوي ان انت ما تاخدش لك كاميرا ولا ترايبود ولا تتعب نفسك خالص، للاسف هتاخدهم وترجعهم تاني، لانك انت عشان تدخل القلعة بالكاميرا والترايبود والحاجات بتاعت التصوير هتدفع تقريبا مبلغ 800 جنيه او حاجة زي كده. خد بالك ان مفيش يعني مش هيدخلوك، فاستعمل بس الموبايل، خد الموبايل، خد ازازة مية ساعة بس وخلاص. خامس نقطة واخر نقطة وهي ان لو الجو حر كده وانت مش عندك شعر كتير يفضل انت تاخد كاب او شمسية او حاجة، لان الساحة اللي موجودة قدام المتحف الحربي بيكون حر جدا جدا في الصيف، لو انت رايح مثلا في حدود الساعة 11 12 ولا حاجة بيكون الجو حر جدا، فمهم قوي ان انت تكون معاك حاجة كده تحمي راسك. لو انتوا بقى عايزين تعرفوا كل حاجة عن القلعة وتفاصيل الزيارة بتاعتي للقلعة تابعوا الفيديو ان شاء الله على القناة، ما تنسوش اعملوا اشتراك في القناة، اعملوا لايك للفيديو ده، فعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم اشعار بالحلقة اللي هتيجي ان شاء الله الاسبوع ده. تحياتي لكم كلكم من جو تريبس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.